السلام عليكم. هنشرح النهاردة طريقة حساب البامب هيد باستعمال البايب فلو ويزارد. هنروح نرسم البايب لاين، نيجي عند ايكون البايب ونرسم الخط بتاعنا، ونروح على الريسيفوار نعمل له دراج، ونروح على البامب ونعمل له دراج، وبعدين نروح على ديسشارج دو اتموسفيريك ونعمل كليك. هنروح دلوقتي نعرف البارامترز. هنروح عند ال discharge the atmospheric، هنروح عند ال elevation، هنخليه 200، وال pressure drop في الغالب تبقى 1 أو 2 متر H2O. هنروح نعدل ال unit، هنخليها متر H2O ونخليها 1، وال flow هنخليها 10 لتر per second. دلوقتي هنروح نحدد الديامتر واللينس بتاع البايب. ننزل عند الفيزيكال، نخلي الديامتر 150، واليوزر ديفايند لينس نخليها يس، واللينس 3000 متر. ونروح على البايب دي برضو نعملها، ننزل عند الفيزيكال والديامتر 150، واللينس هنخليها 200 متر. نروح عند الريسيفوار، ننزل عند الفيزيكال، هنخلي الاليفيجن 150، وبعدين نروح عند البامب ونخلي الاليفيجن 145، اقل من الريسيفوار بخمسة متر. دلوقتي هنروح على البامب ديفينيشن، نروح عند الكومبوننت بامب ديفينيشن، هنعمل نيو، وبعدين ديزاين 1 بوينت. الفلو عندنا 10، في الهيد احنا كنا بنفترضه ونشوف الناتج هيطلع صح ولا لا، وبعدين نعدل عليه. يعني مثلا نفترض انه 50 ونعمل كلوز، ونروح عند البامب، ونيجي عند البامب ديفينيشن، ونيجي عند البامب ديفينيشن، بامب ديفينيشن 1، وبعدين نعمل ران. هنا لو بصينا على الفلو هنلاقيها 8، فهنرجع نعدل في الهيد بتاع البامب لغاية لما يظبط الفلو. ففي طريقة دلوقتي أحسن لحساب الهيد بتاع البامب باستعمال الباي فلو ويزر. هنقفل نعمل كلوز ونروح نفتح الباي فلو ويزر. زي ما احنا ملاحظين البرنامج متقسم 4 أجزاء، أول جزء اللي هو الفايند بريشر، التاني فايند فلو، وبعدين الديامتر، وبعدين لينز. احنا محتاجين النهاردة الفايند بريشر، فهنروح عند الانترنال رفنس ونحط الفاليو بتاعتنا. دي هنجيبها من الداتا شيت للماتيريال. هنا ملاحظين بايب ماتيريال، في ليست البايب ماتيريال، لو اخترنا اي واحده مثلا زي الكاست ايرون هيغير لنا الانترنال رافنس. احنا مش هنعملها كده، احنا هنروح على الووتر كاد، وبعدين نروح على البايب فيكس تيبل بايب، وبعدين نيجي عند الماتيريال ونشوف الماتيريال بتاعتنا ايه، اللي هي الداكتايل ايرون، ونشوف هنا الرفنس سايت هنلاقي 0.0003، هناخدها كوبي ونروح على البايب فلو ويزارد ونعملها بيست. بس هنا بالملي متر فهنضربها في 1000 تبقى 0.3. هنا الانترنال ديامتر كان 150، ولو بصينا هنا على البوتوم دوت هنضغط كليك، كل بايب من دولت لها نومينال ديامتر وانترنال ديامتر بالملي متر وبالانش. لو ضغطنا كليك عند اي واحده منهم مثلا سن ستيل، الانترنال ديامتر اتغيرت والنومينال ديامتر اتغيرت. احنا مش هنستعملها، احنا هنحط الديامتر بتاعتنا مانوال. فهنيجي عند الديامتر ونخليها 150. هنا اللينس كنا عاملين لينس 3000 متر، وهنا مدينا بوتوم للكعان. لو في كعان ولا حاجه ممكن ندخل البارامتر بتاعتها هنا، بس احنا مش محتاجينها دلوقتي. وبعدين الفيجن شينج، ال discharge to atmospheric كانت 200 متر والبومب كانت 145، الفرق بينهم كان 55 متر. وهنا طبعا ريز مش فول. بعدين نيجي عند الفلو كانت 10 لتر بير سكند، ونغير اليونت لتر بير سكند.
هنروح دلوقتي هنعمل كالكوليت بريشر دروب، نضغط كليك، هنلاقي هنا عندنا مجموعة بارامتر، هنا الفلو تايب تربلنت والرينولد نمبر والفريكشن فيكتور والفيلوستي والبريشر دروب. في البريشر دروب هنا جنب بوتوم ممكن نحسبه بالبار او بالمتر اتش 2 او، فاحنا محتاجين متر 2 او، هنضغط كليك وناخده كوبي ونروح الوتر كاد، هنعمل كلوز كلوز ونفتح البامب ديفينيشن كومبوننت بامب ديفينيشن، وهنيجي على الهيد نعمل بيست، ممكن نخليها 63، ونروح على الافيشنسي بتاعت البامب، هندخل الفلو ريت ونفترض ان الافيشنسي 85، ونعمل كلوز كده. هنروح نعمل رن دلوقتي، هنضغط كليك، هنا لو رحنا على الفلو سبلايد هنلاقي 11، بس ده مقرب لأقرب رقم صحيح، فهنعمل كلوز ونروح على البامب وننزل على الريزلت ونروح على الفلو، هنضغط كليك يمين يونت اند فورماتنج ونحط رقمين بعد العلامة. هنا هنلاقي ان الفلو 10.58، هنقلل. فلو رحنا دلوقتي على الكومبوننت بامب ديفينيشن هنخليها 60 مثلا، ونعمل كلوز ونعمل رن تاني. لو رحنا على الفلو سبلايد هنلاقي ان الفلو ريت 10.09، ده يعتبر ناتج صحيح قريبة جدا من العشرة، فممكن نسيبها كده ونعمل كلوز. طبعا هنا الباي فلو ويزرد بيسهل علينا حساب الهيد بتاع البامب، بيحسب لنا الفريكشن في البايب لاين وبيطلع لنا الهيد او هيد قريب جدا منه. احنا كده خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله.